انت كذبت علينا يا ابو فهد. عيب هذا الكلام يا جناب الافندي. انت اعطيتنا العنوان الخطا وهذا الشيء ما رح نسامحك عليه ابدا. قسما بالله اعطيتكم العنوان الصحيح، بس انا شو دراني باللي صار معكم؟ انت بعد اليوم بالنسبه لنا رجل غير صادق. جناب الضابط انتبه على كلامك، هيك احسن لي ولك. ها ابو فهد، اذا كنت عايش بهالكذبه ومفكر حالك زعيم، فنحن قادرين انه ننتزع منك الزعامه امتى ما بدنا. فهمت جناب الضابط؟ نحن هيك بلشنا نغلط ببعض، هذا الشيء ما حلو لي ولك. ها وعنا استعداد كمان نحطك بالحبس اذا ضليت عم تكذب علينا. تفضل هلا روح، وبس اطلبك بتجي فورا فورا ابو فهد. سخته.